السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سادة المشاهدين، وهذه التغطية الخاصة والتي سنبحث فيها مواضيع عدة أبرزها موضوع حق التظاهر، أين تقف حدود التظاهر والتعبير عن رأي، كما نبحث موضوع التجاوز على بعض الرموز الوطنية. على كل حال ضيفنا في هذه التغطية الأستاذ أو الشيخ صفاء التميم المتحدث العسكري باسم سرايا السلام، أهلا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا بكم، حياكم أهلا الله. بك، ومن المؤمل أن ينضم إلينا ضيوف آخرين عبر الهاتف. مشاهدينا الأكارم، نتابع هذا التقرير ثم نعود. إذا مشاهدينا، لحين جهوزية التقرير ذهبنا إلى فاصل قصير وعدنا إلى الشيخ صفاء التميمي. بداية شيخنا الكريم، أين تقف، وهو سؤال واسع طبعا، أين تقف حدود التظاهر والحق بتمثيل والتعبير عن الرأي بالنسبة للمجتمع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أن الدستور العراقي كفل حق التظاهر في العراق، نعم مع كثير من المؤاخذات بشأن الدستور العراقي، لأنه بالنهاية هناك ضمانات كثيرة كفلت حق التظاهر. نعم المطالب التي يخرج بها المتظاهر هي التي تحدد شأنية هذه التظاهرة، هي التي تعطيها يعني خلي أسميها نقطة فاصلة مهمة جدا في تاريخ العراق المعاصر. نحن الآن مثلا نمر في ظروف خاصة، هذه الظروف الخاصة التي حتمت على العراقيين منذ أشهر أن يخرجوا بتظاهرات، تظاهرات متعددة طبعا في مختلف المجالات، وإن كان طبعا أنا شخصيا ليس من شأنيتي أن التحدث بشأن التظاهرات والأهداف التي بعد التظاهرات، لكن هناك مشاكل يعاني منها الوضع العراقي خصوصا في السنوات الأخيرة، على اعتبار أن الوضع في العراق، يعني نحن كحشد شعبي كسرايا السلام، إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه واستدعينا نحن كشباب مدنيين، استدعينا إلى جبهات القتال، استدعتنا أولا يعني بالنهاية غيرتنا على بلدنا وعلى وطننا، وكذلك هناك عدة يعني دواعي هي التي آلت بنا أن نذهب إلى جبهات القتال، منها فتوى وربما هناك المرجعية. رابط الشيخ صفاء أنه بين موضوع القتال وموضوع التظاهر، أحيانا بالضبط التعبير عن رأي بطرق مختلفة ربما. بالضبط، لكن ما أوصلنا إلى أن نذهب هو طبعا هناك سياسات أدت إلى إغفال الوضع الأمني في العراق، والوضع الأمني الذي كان مترديا إلى حد كبير، بعد ذلك سمح لعصابات داعش الإجرامية أن تصل إلى تقريبا إلى بغداد، كانت على أطراف حزام بغداد. بالنهاية كانت همة الشباب المجاهدين الذين ذهبوا إلى ساحات القتال كانت عالية، وهي لا تقل شأنا عن التظاهرات التي يخرج بها أبناء الشعب العراقي، التي تطالب بإصلاح الوضع سواء كان الوضع السياسي أو الوضع الأمني أو الوضع المشاهد الاقتصادي. يتساءل عن استضافة جنابك الكريم مثلا، نحن نوضح أنه هناك ربط كبير اليوم، كما يقاتل الشاب العراقي الشيخ العراقي يقاتل يدفع ويدرأ خطر داعش، بالمقابل هناك هو يحاول إصلاح بطريقة أخرى، يحاول القضاء على الفساد، القضاء على الظلم، القضاء على التجاوز. هناك حشد ربما من نوع آخر يتمثل بالمطالبة بالحقوق، محاولة استحصال الحقوق كي لا تضيع الدماء التي يبذلها الشباب المضحك. بالضبط، وهذا ذهابنا إلى هناك بعد المعارك التي خضناها في قواطع متعددة في العراق. أستاذ علاء تعلم، والمشاهد الكريم أيضا يعلم، أن داعش كان قاب قوسين أو أدنى من دخول العاصمة. أحسنت. وكما تحدثنا قبل قليل بأن كل أبناء الشعب العراقي، وأستطيع أن أسميها كذا النخبة من الشباب الذين كانت لديهم قدرة على حمل السلاح، توجهوا إلى جبهات القتال، وتقسمت هذه المهام في قواطع عمليات متعددة، منها من ذهب إلى جرف الصخر جنوبا يعني باتجاه الفرات الأوسط، منها من ذهب إلى الشمال وإلى الشمال الغربي وإلى الشمال الشرقي في مسارح عمليات متعددة. نعم.
هذا طبعا كان نوع من أنواع الإصلاح كما تفضلت حضرتك. أنا نعتقد به أنه لأن الجادة في العراق انحرفت أدت هذه الانحرافات في السياسات العقلانية. شيخ صفاء بالنتيجة هو الموضوع أنه لم يأتي داعش ولم يدخل إلا من خلال هناك اتهامات طبعا واسعة من جهات كثيرة أنه من خلال الفساد من خلال بعض الرموز الفاسدة. بالضبط هو ولم يستطع داعش أن يدخل وأن يتوغل وأن تسقط الموصل مركز محافظة نينوى لو لم يكن هناك فساد، لو لم يكن هناك تغافل، لو لم يكن هناك ربما في كثير من الأحيان هناك تواطؤ. بالنهاية لا أستطيع أن أقول إلا أن الجيش العراقي خذل في المرحلة السابقة وتعرض إلى ما تعرض إليه في مدينة الموصل، خذلان كبير جدا، ويعني عانى ما عانى الجيش العراقي بسبب وجود يعني أستطيع أن أسميها كذا أحيانا أن تضع الشخص المناسب في مكان لا يناسبه، ليس من شأنه أن يكون في هذا المكان غير المناسب في المكان. بالضبط. وعكس ذلك أن تأتي بالشخص غير المناسب تضعه في المكان الذي يجب أن يتواجد فيه الشخص المناسب. هذا طبعا عبارة عن عمليات تخريبية حصلت داخل المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية الآن عادت إلى نهضتها وإلى قوتها، ونحن في سراي سلام كنا دائما ما ندعو إلى أن يكون الكلمة الأولى في كل عمليات التحرير هي للجيش العراقي. الكلمة الأولى يجب أن تكون هي لراية العراق، وما نحن وما جهادنا وما قتالنا في جبهات القتال إلا كدعم وإسناد للجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية، على اعتبار أنه قبل أيام قليلة كان هناك حديث بشأن يعني موضوعة حل الحشد الشعبي وإلى ما يعني بعض التفاصيل المهمة في قبال ذلك. البعض كان يقول هكذا أن الحشد الشعبي تشكل بفتوى وسيحل بفتوى، هذا إذا ما تطلب الوضع أن يكون هناك حل للحشد الشعبي. هناك كانت مطالبات بأن الحشد الشعبي يكون من ضمن مركزية بالعناصر المنضبطة فيه أن تخضع ل لكن شيخ عذر المقاطعة، وأنا أعلم أن جنابك الكريم ينسجم تماما من ناحية الفكرة مع ما أقول. اليوم الحشد الشعبي وبكافة فصائله، حتى هناك المقاتلين من سرايا السلام والمنضوين في الحشد الشعبي أبرزوا صورة ناصعة للعالم في جانب المعركة النظيفة، وأنت أحد قيادي الحشد في جانب معين، صورة نظيفة وناصعة جدا، معركة الحقيقة المعركة الخاطفة والتي حافظت على أرواح المدنيين. اليوم حتى على سبيل المثال، وطبعا هذا الموضوع له صلة بتغطيتنا، أنه لم تسجل ولم تظهر إلى من خلال حتى من خلال وسائل الإعلام، حتى ما حاولت بعض الوسائل أنه تظهر جانب مفبرك هو مكشوف جدا، مكشوف أمام المواطن سواء العراقي وحتى غير العراقي، جانب التمثيل واضح يعني. لذلك هي ربما أنظف معركة، لا أبالغ إن قلت أنه أنظف معركة بالتاريخ من ناحية أنه خوض هذه المعارك، وحرص فصائل الحشد الشعبي جميع فصائل الحشد الشعبي حرصت على أن تكون هذه المعركة نظيفة. على كل حال شيخ صفاء، كي نعود إلى أصل الموضوع ونتفرع بطريقة أخرى، كيف بالإمكان إيجاد صورة ناصعة كما هو الحشد اليوم يقاتل للمطالب، لاستحصال المطالب للمتظاهرين، الحشد المدني ربما أسميهم؟ يعني حتى هذه اللحظة نحن لا نشجع أن يكون الحشد الشعبي جزء من موضوعة التظاهرات التي هي تظاهرات مدنية. أنا سميتها أنه الحشد المدني، أنا أتحدث أنه مكمل لدور الحشد. الحشد اليوم بالتأكيد كما قلت بالتأكيد كل الجهود يجب أن تتضافر لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي. سيدي الكريم، الآن الوضع العراقي بدأ يتحسن، بدأ يعود إلى محيطه وإلى السياسة. الآن في الوضع العراقي تقتضي من الجميع أن يكون كل صاحب دور أن يؤدي دوره بشكل صحيح. تارة المقاتل في جبهات القتال، حضرتك تفضلت قبل قليل، نحن خضنا معارك شرسة جدا وفي مساحات واسعة جدا، وأنجزنا
بصراحة بكل المقاييس العسكرية، بكل المقاييس العسكرية كما كان شأن المراقبين سواء منهم العسكري والأمني، كل المراقبين سواء كانوا العراقيين أو العرب أو حتى الأجانب، المعارك التي خاضها فصائل الحشد الشعبي في مختلف القواطع التي كانت تخضع لسيطرة عصابات داعش الإجرامية بصراحة كانت عمليات تحرير مذهلة وفي ظروف قاسية. مثلا يوم 3/3/2016 نحن في سرايا سلام أعلننا تحرير كامل حوض الثرثار. هذه العملية تمت في غضون 72 ساعة. شخصيا التقيت بكثير من المختصين بهذا الشأن، الشأن العسكري، بكثير من ضباط الجيش العراقي الكبار. بصراحة لما بينا لهم كيف تمت هذه العملية أصابهم الذهول، لأنه بالنهاية كل معركة لما تريد أن تحرر آلاف كيلومترات، ربما نبتعد عن الحديث قليلا شيخنا، حتى أنه بوجود الاحتلال الأمريكي عجزوا تماما عن تحرير هذه المناطق بشكل كامل. أيام الاحتلال الأمريكي هناك مناطق لم يكن باستطاعة عجلات الاحتلال الأمريكي أن تدخل إليها، كل ما تمتلكه من آلة حربية ومن أحسنتم، هذه التفاتة مهمة جدا، دخل إليها المجاهدون، أذهلوا يعني المراقبين والمحللين والمختصين بالشأن الأمني والشأن العسكري. يعني مثال آخر، مثلا جرف صخر، هناك عمليات مذهلة حقيقة كانت في قاطع جرف صخر، بحيث أن العدو فوجئ بهذه التقنية القتالية. أنت حينما مرة تتحدث عن تكتيك عسكري، مرة تتحدث عن تكنيك يخص المقاتل نفسه. المقاتل في الحشد الشعبي بظروف قصيرة جدا، بظروف طارئة استدعته أن يستجيب لفتوى المرجعية ولنداء، كما نحن في سرايا سلام استجبنا لنداء القائد السيد مقتدى صدر عزه الله. حينما يذهب هذا المقاتل ويقاتل ويحقق إنجازات تسجل له وسوف يذكرها التاريخ، عسكريا، أمنيا، استخباريا، بكل المقاييس، وفق ظروف مناخية متعددة، وفق جغرافيا متعددة، ثم يأتي بهذا الإنجاز ويرفع راية العراق فوق الأماكن التي كانت تخضع لسيطرة داعش. هذا منجز هائل جدا، ربما يحتاج منا في قابل الأيام أن يكون هناك أشخاص مهنيين مختصين بشأن أستطيع أن أسميها هكذا التاريخ، كتابة التاريخ، ليكتبوا ما قام به المجاهدون في قواطع عمليات متعددة. هناك صورة كانت في كثير من الأحيان يحاول العدو أن يبين على يظهر صورة على أنها تصرفات شاذة من هنا وهناك، تصرفات سيئة. نعم كل معركة فيها أخطاء، كل شيء فيه مشاكل. أنت الآن حضرتك إذا عندك أي عمل معين، بالنهاية كل عمل في بدايته أكو صعوبات، والصعوبات أحيانا تسجل على أنها أخطاء، ربما أرتكب أنا خطأ في بداية عملي. لكن أن تقوم بمهمة قتالية عالية وتدحر هذا العدو الداعشي، بالمناسبة خلينا نتحدث عن داعش. داعش ليس شخص عسكري، داعش عبارة عن طفيليات. لكن هذا الدور شيخنا، دور العقيدة مهم مهما كانت حتى وكانت فاسدة. سنأتي على الدور مهم جدا بهذا الموضوع. بالضبط سنأتي. داعش عبارة عن طفيليات استطاعت أن تنشر أجنحتها، ليس بالتكتيك العسكري أبدا، إنما هي لديها سلاح. السلاح هو كالآتي، أنه تفخخ شخصا، تلبس حزام ناسف وترسله إلى منطقة معينة. طيب فبالنهاية هذا الشخص مؤدلج بطريقة الأيديولوجية اللي عند داعش أكثر مما هي عسكرة. يعني هو يعتقد اعتقادات تجعله يبدو بطريقة وكأنه مقاتل شرس، هو بالحقيقة ليس مقاتل شرس. احنا أستاذ علاء خضنا معارك صعبة جدا وقوية جدا، لأن الجغرافيا مثلا معقدة. يعني جرف الصخر بكل المقاييس، أنا أعطي لأي جيش في العالم المدة اللي تم تحرير جرف الصخر وأعلن فيها التحرير الكامل، بدءا من قاطع البحيرات الذي يكبر جرف الصخر بثلاث مرات. هذه معلومة لعله المشاهد الكريم لم يعرفها. قاطع البحيرات يمتد مباشرة من ما بعد جسر المسيب، قبل أن تذهب إلى منطقة المسيب، يمتد إلى الإسكندرية. يكبر جرف الصخر بثلاث مرات.
أن تخوض هكذا عمليات في هكذا قاطع مناخ متفاوت، يعني مرة شمس حارة، مرة الجو متقلب، مرة يكون بالليل بارد، مرة يكون بالنهار حار، مرة يكون بالنهار بارد، والمناخ متقلب، وكذلك الجغرافيا متنوعة، يعني عبارة عن بحيرات ومزارع وبحيرات أسماك، وعبارة عن بزول ماء وجداول. تقود معركة وتستطيع أن تسير لثلاث كيلومترات دون أن تحدث أي جلبة. طيب. ثم تجهز على الوالي العسكري المتواجد هناك الذي يقود عمليات جرف الصخر وهو في قاطع البحيرات. هذا إنجاز كبير جدا. كيف استطعت أن تحافظ على روحية الشباب الذين ذهبوا سيرا على الأقدام لكيلومترات ثم عبروا سباحة ووصلوا إلى مكان الوالي العسكري، والثمانية من الوالي العسكري الذي هو خطاب الشامي أبو عكرمة، أبو نعم. عكرمة الشامي، نعم. والثمانية هؤلاء الثمانية هم أذرع خطاب الشامي لقيادة معركة جرف الصخرة، وتجهز عليهم وتقتلهم في هدوء تام وسط جو من المراقبة والانتباه والحذر الشديد من المجاهدين في سرايا السلام والحشد الشعبي، وتقتل هؤلاء. بعد ذلك تقدم جرف الصخر للتحرير. هذه التضحيات شيخ صفاء، هذا المثال الرائع للتضحية، هذه الدماء. وبعد كل هذه الانتصارات اليوم هناك محاولات للنيل من الحشد الشعبي بكافة رموزه صراحة، يعني بغض النظر أن تكون سرايا السلام أو أي فصيل آخر من فصائل الحشد الشعبي. أنا ربما أمثل الجانب المدني وجنابك يمثل الجانب العسكري، يعني أنا أنقل صورة بغياب ضيف آخر، كي لا تضيع هذه الدماء، كي نحافظ على هذه الصورة المشرقة للحشد الشعبي، لهذه التضحيات، لهذه الأمثلة التي ذكرت، أنه حقيقة يعني أمور يعني تعجيزية أنه تخوض هذه الحرب وتحقق هذا الانتصار بقلة المؤن وقلة السلاح والاعتماد على الجانب العقائدي فقط. كيف بالإمكان؟ أستاذ علاء لو سمحت لي، أنا لم أتحدث حتى اللحظة، لم أتحدث عن ربما هناك أمثلة أشد. بالضبط، هناك أصلا فيما يخص اللوجستيك، يعني هناك معاناة كانت كبيرة عند المقاتل في كثير من الأحيان. أنا أتذكر في واحدة من المعارك عندنا كانت في خط اللاين، واحد من المجاهدين كنا لثلاثة أيام فقط نأكل البسكت والماء فقط. وتقاتل. أحد المجاهدين يشهد الله قال شيخنا أنا بعد ما أقوى على حمل قنبرة الهاون، لا أستطيع أن أحمل قنبرة الهاون، شدة الجوع. وفق هاي الظروف مجتمع، لهذا أنا دعوت أن تكون هناك، شوف سيدي الكريم، الفنان يجب أن يأخذ دورة في إبراز صورة عمليات التحرير التي خاضها الحشد الشعبي، الفنان الممثل أقصد به، الممثل والمسرحي، الرسام، النحات، حتى الموسيقي، كل المختصين. وتأتي أيضا إلى ظاهرة أخرى وهي أن هذه العمليات تم خوضها وفق ظروف اقتصادية يمر بها العراق صعبة جدا. سعر برميل النفط يقل عن 30 دولار والعراق تمكن أن ينهض هذا النهوض. أستاذ علاء، العراق، أنا أقولها بصراحة، العراق خاض حربا شرسا نيابة عن كل العالم. أحسنت شيخنا. مترو أنفاق لندن. شيخنا، هذه التوطئة الجميلة وهذا الكلام اللي ربما قدمنا للأساس الموضوع، أنه اليوم الحشد الشعبي مستهدف بقياداته، بمواطنه، بمحاولة تشويه صورة الحشد الشعبي. أنت نقلت لنا صور من التضحيات. على كل حال شيخنا، اسمح لي أنه ينضم إلينا السيد حيدر المحمدا وهو المتحدث باسم قوات وعد الله. أهلا بك سيد الكريم. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. وعليكم السلام. بداية ربما استرسلنا أنا والشيخ صفاء التميمي، هو المتحدث باسم الجناح العسكري لسرايا السلام. أنا أقول فقط سيد الكريم، اليوم محاولات استهداف القيادات الحشد بشكل عام، لا نقف ربما شخصية معينة، محاولات تشويه للحشد الشعبي سواء الخارجية والداخلية، كيف تنظر إليها جنابك؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفكم الكريم. حياكم الله. الحقيقة هذه المواضيع ستحدث وسيحدث الكثير منها في الأيام القادمة، باعتبار من جانب أن هناك حرية للكثير من الناس بأن يتحدثوا، بأن
يبدوا آرائهم، لكن ليست بهذه الطريقة التي نعتبرها إساءة في الحقيقة، بغض النظر عن الرمز الفلاني أو الجهة الفلانية. اليوم الحج الشعبي الحقيقة صورة وملحمة كبيرة في تاريخ العراق الحديث، لا يوجد في تاريخ العراق الحديث هكذا تلاحم وهكذا صورة بطولية. الشعب هو الذي يقاتل. عندما سمي بالحج الشعبي حقيقة كان إثما على مسمى. الشعب هو الذي يقاتل، يقاتل بدمه، يقاتل بأبنائه، يقاتل بأمواله. اليوم المواكب التي تنطلق من المحافظات الجنوبية والوسطى لإسعاف النازحين هذه أيضا صورة من صور معارك الحج الشعبي الإنساني. هذه الشعارات الخطيرة الحقيقة يراد منها إجهاض هذه النهضة الاجتماعية. اليوم لا ينبغي أن ننظر الحج الشعبي على أنه ظاهرة سياسية فقط أو ظاهرة اجتماعية فقط أو ظاهرة ثقافية فقط. الحج الشعبي اليوم هو كل تلك النواحي وكل تلك الجهات العلمية والثقافية والميدانية والاجتماعية. الحمد لله رب العالمين بأننا وفقنا بأن نعيش في هذه المرحلة حقيقة. طيب سيد الكريم، اليوم محاولات المساس بالرموز الوطنية أكثر من حادثة طبعا، وعلى سبيل الذكر ربما حتى سماحة السيد مقتدى الصدر هناك نوع من التجاوز على رموز وطنية حتى سياسية، على تجاوز على رئيس الوزراء ندد به سماحة السيد مقتدى الصدر وشخصيات أخرى. اليوم أيضا هناك شخصيات أخرى انضمت إلى مع الأسف إلى أنه قام التجاوز، يعني بالأمس ربما الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصابة أهل الحق. أنا أتساءل فقط، هذا التحرك من يقف وراء هذا الاستهداف الخارج عن حدود المطالب المشروعة، خصوصا أنه من شريحة مهمة، من يقف وراء هذه الجهات؟ الحقيقة قبل أن يصدر هناك توضيح بهذا الشأن بما حدث بأمين عام عصابة للحق الشيخ قيس الخزعلي، اتصلت بعدة جهات لكي أقف على هذا الحادث. أحد الأخوة في حوار هو أستاذ جامعي الحقيقة، قال لي لا ينبغي أن نحول الجامعات إلى ماكينة إعلامية أو انتخابية وما إلى ذلك. فأجبته بجواب بسيط يعني الحقيقة. قلت له أنا شخصيا وجهت لي أكثر من دعوة في عدة جامعات للحضور في محافل رسمية لتكريم الحج الشعبي. فحضور قادة الحج الشعبي ورموز الحج الشعبي في هذه الأماكن لا يستهدف الجانب السياسي بقدر ما يستهدف التعبئة الجماهيرية، وهي مهمة في هذه المرحلة. الذي يقف خلف هذه التصرفات أعتقد، وهو اعتقادي قريب للواقع وسيوافقني فيه الكثير من الجهات الحقيقة، أعتقد أن هناك جهات سياسية تدفع بهذا الاتجاه تسمى بتيارات معينة، يعني نستطيع أن نقول تيار مدني بصراحة. أتحدث أستاذ حيدر، من يقف وراء لو سمحت لي؟ جهة خارجية، وهذا ظلم كبير للحج الشعبي، على الأقل كما قلت قبل قليل بأن الحج الشعبي ظاهرة اجتماعية يجب أن تستغل. في تاريخ العراق الحديث أعطينا الكثير من الدماء في عدة معارك وفي عدة مناسبات. هذه الدماء يجب أن تستثمر على الأقل في هذه المرحلة. هذا الانتصار يحتاج لأن نستثمره بشكل صحيح. على الأقل ننطلق من منطلقات اجتماعية وليس سياسية فقط. طيب أنت ربما لم أستمع إلى صوتك بشكل واضح سيد الكريم، من هي الجهات التي تقف وراء استهداف الشيخ قيس الخزعلي؟ لما أنا قلت بصريح العبارة بأنه التيار المدني ولديه شعارات كثيرة يعني في هذا الاتجاه، ويتهم الإسلاميين والتيارات الإسلامية بغض النظر عن يعني الحج الشعبي أو غير الحج الشعبي، دائما شعاراته الحقيقة نستطيع أن نقول متشنجة وتستهدف الرموز وتستهدف رجال الدين بشكل عام. طيب سيد الكريم، كيف تتابع موضوع تسييس الجامعات اليوم أكثر من حادثة، وكما أشرت قبل قليل إلى موضوع التجاوز على رئيس الوزراء حيدر العبادي في جامعة وسط على ما أذكر،
هذا التسييس، هذا تحريك هذه الطبقة التي تمثل ربما مستقبل العراق، كيف تنظر إليها أنت؟ نعم، الجامعات هي حقيقة هو مجتمع عام، هو صورة من مجتمع تجد فيها تيارات متعددة واتجاهات متعددة وشباب واعدين وناشطين وربما لديهم طموح لحركة سياسية أو اجتماعية أو طلابية. نعم، فهذا سنجده في الجامعات في الكثير من المناسبات. على المعنيين في الجامعات أن يحاولوا ضبط هذه الحركة الشبابية بما يتناسب مع حجم تحديات هذه المرحلة. اليوم نساء الرموز ليست حلا، يعني الحقيقة ليست حلا. اليوم نساء إلى جهة معينة ليست هي الحل، وإنما الحوار والتفاهم، وهذا ما تعلمناه في الجامعات. أيضا كنا طلبة معاهد وجامعات ونعرف جيدا بأن تلك المرحلة تتتم بالاندفاع وما إلى ذلك. فعلى الجهات المعنية التي تدفع هؤلاء الشباب أن يستخدموا أسلوب آخر للحوار والإقناع وتفنيد مثلا الجهة الفلانية، أو على الأقل إظهارها بأنها غير مقبولة بطرق يعني سلمية لا تبتعد للرموز. تعرفون اليوم العراق يعني تحكمه عدة قضايا، منها أنه فيه زعامات دينية وفيه زعامات سياسية، فالإساءة إلى زعيم معين أو رمز معين يؤدي إلى انهيار أمني بالتأكيد، أو يؤدي إلى توتر في الشارع والمجتمع. طيب سيد حيدر، على كل حال طبعا ربما هناك اتفاق بين كل الرموز السياسية كل أنه موضوع متابعة، موضوع أنه دفع الشباب. اليوم الشاب لا يميز ربما أحيانا بين الحق والباطل بشكل، غرور الشباب إلى ما غير. على كل حال سيد حيدر المحمداوي المتحدث باسم قوات وعد الله، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. شكرا لك. أعود إلى الشيخ صفاء التميمي. شيخ صفاء، سنمزج ربما ما تبقى من الحلقة بين الجانب الحراك المدني وبين التضحيات التي كنت تتحدث عنها. طبعا كيف بالإمكان إيجاد وحدة بين هذين الحراك الشعبي وبين المقاتل الذي يضحي اليوم، حتى ربما لا نخسر من جهة. يعني اليوم إذا لم يحدث توازن بين المقاتل المضحي، بالنتيجة بكل الأحوال هو يضحي ولا يملك غير التضحية في سبيل هذا البلد، لكن أن تهدم تضحيات ويفرط بتضحيات المقاتلين، أمثلة كثيرة ذكرتها شيخ صفاء قبل قليل ربما يعجز الإنسان عن وصفها يعني. لكن أن يأتي شخص مدفوع، ربما مدفوع من جهات لا تخدم العراق، بالنتيجة هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر مؤسف. وأن يدعي انتماء إلى جهة معينة أمر مؤسف أيضا. شيخ صفاء، أسألك بالجانب المدني قليلا، كيف تنظر إلى محاولة تسييس الطلبة اليوم، دفعهم؟ وكما ذكرت أنه الشيخ عفوا سماحة السيد مقتدى الصدر انتقد ورفض موضوع استهداف رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ بالحقيقة نحن في العراق لدينا مشكلة تعليمية أولا. أحسنت. الوضع في العراق، الوضع التعليمي في العراق بصراحة وضع تردي، يعني هذا إذا ما أردت أن أخرج عن يعني المهمة الموكلة إلي كمتحدث يعني عن سرايا السلام وعن بالحقيقة التعليم في العراق وصل إلى مراحل متدنية جدا، وهذا مؤسف جدا. بالنهاية أنت لما تريد أن تنشئ جيل جديد يجب أن تصلح كل المنظومة، هو ليس يعني الآن المنظومة السياحية منظومة فاشلة، المنظومة التعليمية فاشلة، كثير من المنظومات كما هو كان. كنا نتحدث قبل قليل أن المنظومة العسكرية كانت وصلت إلى درجة من الفشل نتيجة هذا التخريب، انتقاء شخصيات ووضعها في مكان غير مناسب، أودى بالعراق بأن يذهب ثلثة في رمشة عين وفي لحظات، ودفعنا ضريبة لاستعادة هذا الثلث العزيز من العراق ما يزيد عن 7000 شهيد. حينما تتحدث حضرتك مثلا عن استهداف القادة بعد معركة سامراء المقدسة، حينما ذهبنا وكانت سامراء محاصرة، كانت مضيق عليها من كل مكان،
بعد إتمام عملية التحرير يتعرض الشهيد القائد حسين كريدي رحمة الله على روحه إلى اغتيال في بغداد، يتعرض إلى اغتيال ويذهب على أثرها شهيدا إلى ربه. بالنهاية تفضل السيد حيدر المحمداوي وحضرتك بأن هناك استهداف لقيادات. مؤخرا سمحت سيد مقتدى صدر عزه الله تعالى تعرض لهذا التهديد بإنهاء وجوده، يعني إبعاده عن الساحة العراقية. وبالنهاية يجب أن نلتفت إلى أن عمليات التحرير، لو سمحت لي، عمليات التحرير يجب أن تكلل بإنجاح الحراك المدني وتهذيبه في بعض الأحيان، وإظهار صورة سيد الكريم في كل مظاهرات التيار الصدري، واللي يعني في فترات متفاوتة سابقا هناك أهداف محددة وواضحة. الخروج عن هذه الأهداف كان لا يسمح بها سماحة السيد مقتدى صدر، ولا يعني لا يريد التقصير فيها في أدائها، ولا يريد الإفراط في السلوب المطالبة فيها. هناك كان سماحة السيد دائما ما ينادي أن كل التظاهرات سلمية ويجب أن تبقى سلمية، ولا وجود لأي توظيف سواء كان عسكري أو كان من جهة تريد أن تزرع شيء معين داخل هذه التظاهرة لإحداث بلبلة وجلبة للأخذ بمطالب المتظاهرين وأهدافها إلى غير ما هو المراد الحقيقي. أنت حينما تقود مثل هذه المظاهرات يجب أن تكون ملتفت إلى أنه هناك هدف وهناك وسيلة وهناك طريقة تؤدي بها، يعني تحاول أن تتوصل بها إلى تحقيق الهدف. في كل عمليات العسكرية اللي خضناها كنا دائما نضع هدف معين ونفكر جيدا بالمدنيين الموجودين في الطريق، في طريق تحرير المنطقة المراد تحريرها، كذلك المدنيين وحتى غير المدنيين، ممتلكات المدنيين. قبل فترة كان هناك عملية انتحارية لخمسة من عصابات داعش الإجرامية، توصلوا إلى واحدة من مدارس الأطفال، كانت مدرسة بنات في سامراء المقدسة، وبالحقيقة أنه تحصنوا في داخل هيكل. إحنا أفرغنا المدرسة من الطلبة اللي هم ابتدائية طبعا للطالبات البنات، أفرغناها من الكوادر التعليمية ومن الإدارة ككل ومن الطلبة. بعد ذلك هذه بعد محاصرة هؤلاء الثلاثة داخل هذا الهيكل. لما تمت محاصرة الهيكل كانوا يناوشون بين الحين والآخر بالسلاح، يستخدمون السلاح ثم هم يحملون أحزمة ناسفة. شوفوا إلى أين كانت الدقة موجودة، أنه عسكريا أصبح يجب عليك أن تستهدف هذا المكان من أجل أن تنهي هذا الخطر، فتم استهدافهم وإنهائهم. بعد ذلك كان هناك البعض يحاول أن يثير مسائل يوظف هذه العملية، يوظفها غير توظيف صحيح، يعني غير توظيفها الصحيح. يريد أن يظهر صورة وكأن هناك ابتداع من الحشد الشعبي لمثل هذه القصص من أجل أن يظهر جنبة إنسانية، هذا غير حقيقي. تخيل أنه في كثير من عمليات التحرير كان عندنا بعض الأغنام والأبقار تصاب، يسارع أبناء الحشد الشعبي باب الإنسانية لإسعافها. نعم. نعم نحاول، يشهد الله، في كثير من عمليات العسكرية في سراي سلام كنا نحافظ حتى على مزروعات الناس، حتى على المزروعات نحافظ عليها. نحن نريد، نعتقد أن المعركة كانت معركة سمعة. اليوم نتمنى أن تكون التظاهرات في العراق هي تكمل دور أبناء الحشد الشعبي بنفس النظافة، بنفس الشفافية التي تخاض في المعركة. نحن أمام مشاكل يجب أن تحل. هذه المشاكل نتمنى. شيخ صفاء، البعض تحدث عن أن هناك جهات خارجية ربما حتى داخلية تحاول إشعال الفتنة بصراحة وبالتسمية بين المكون الشيعي، لذلك هم اليوم يحركون جهات بداخل هذه المناطق المفترض أنه آمنة تجاه شخصيات أخرى. أنت كيف ترى هذا الأمر؟ مثل لو تعطيني مثلا مثالا عن
نعم. مثل ماذا يعني؟ مثل أي يعني يعني هناك اتهامات شيخ صفاء أنه هذا التحريك في داخل تحريك الساحة داخل مناطق الجنوب بالتحديد أنه محاولة لخلق حرب داخل المكون الشيعي، أنه تتحرك جهات تحاول أن تتبنى مثلا هذه الجهات المنفلتة لو صح التسمية طبعا في سبيل ضرب جهات أخرى، أنت كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني بالحقيقة أنا أعتقد أن لا أذهب كثيرا إلى نظرية المؤامرة، أنا شخصيا لا لكن أذهب، هي موجودة بل شيخنا صراحة. لا أميل إليها كثيرا. أنا أعتقد بأنه هناك عقل جمعي يدير في بعض الأحيان يدير حركة معينة، فالتصرف معين، يعني فيندفع الآخرون. جموح العامة بالضبط، أحسنتم. وهناك جموح لدى، أستطيع أن أعبر عنه، جموح لدى مثلا طالب أو كذا، هناك بلي هناك جهات في بعض الأحيان تريد. لكن شيخنا لا ترى أنه ليس من باب الصدفة أن تكون مثلا في واسط بالضبط. في مناطق أخرى، يعني هو ليس من باب الصدفة بالنهاية أكيد أكيد هناك من يحرك، خصوصا هناك من يدفع. أنه حتى الحرب اليوم كما ذكرنا على الحشد الشعبي وعلى كل فصائل الحشد الشعبي بما فيها طبعا سرايا السلام، حرب إعلامية، حرب تسليطية، حتى دس السم في العسل، محاولة أنه إيجاد فرقة بأي طريقة شيخ. نجاحات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية والجيش العراقي على رأس الجميع لا تروق للكثيرين، كثيرين داخل العراق، في داخل العراق، في خارج العراق، المهم أنها لا تروق لكثير من ممن يدفع بهذا الاتجاه. البعض يتصور بأنه اليوم مثلا على سبيل المثال في معركة آمرلي اشتركت عدة فصائل في قسمنا المحاور، محور العظيم ومحور مطار حليوة، وحليوة الكبرى والصغرى وخشامنا وتل البصل، ثم ذهب إلى بير أحمد، ومحور قرية السلام وصولا إلى قرية تنجدة، ومحور سليمان بيك، ومحور العظيم، أربع محاور. اطمئن، لم يكن هناك من الحشد الشعبي من يفكر بأن يصل أولا إلى مدينة آمرلي. لم يكن هناك تفكير لدينا، كل الفصائل كانت كثير من الفصائل اشتركت بعمليه تحرير مدينه امرلي، الا انه لم يحصل بينها نزاع على من حرر امرلي. لم يحصل هكذا ولم نزاع. نشاهد اصلا. بالضبط. لكن بعض الماكينات الاعلاميه تحاول ان توظف بين الحين والاخر تخلق ازمه من لا شيء، من لا مشكله. انا ذكرت في يعني في لقاء سابقه انه كل المقاتلين في الحشد وحتى في القوات الأمنية والجيش العراقي، أولا ليس من العيب أن تقول أن الجيش العراقي مر بانتكاسة أو وعكة صحية استطيع أن أعبر عنها، واليوم عاد كل جيوش العالم، من يعني الذي أقوى جيوش العالم، من الذي ضمت جراحات الجيش العراقي؟ وقع الحشد الشعبي، الحشد الشعبي انتفض وساهم بشكل كبير ومنقطع النظير في دعم عذرا المقاطعة فقط. بعض وسائل الإعلام يعني حاول أن استثمر هذا الموضوع، يحاولون أنه فصل بين سرايا السلام والحشد الشعبي، يحاولون إيجاد فرقة بين، مع العلم أنه التضحيات والدماء وحتى المكون واحد، أنت كيف تجيب على سرايا وسائل الإعلام؟ سرايا السلام جزء مهم وكبير جدا من هيئة الحشد الشعبي، ونحن بالحقيقة كل العمليات العسكرية اللي خضناها سواء كان في جرف الصخر، في آمرلي، في سامراء، في حوض الثرثار، في كل مناطق، اولا نحن نعتقد باننا عباره عن فصيل داعم وساند للجيش العراقي، ونحن جزء لا يتجزأ من الحشد الشعبي. في قابل الايام طبعا الان الوضع تبدل، الان الوضع افضل بكثير مما كان عليه، الان صلاح الدين بالدماء التي تقريبا يعني ان لم يكن 99% من صلاح الدين الان تحرر، عندنا مشكله الان في الحويجه والرياض، وهذه ستتم معالجتها ان شاء الله تعالى بعد يعني اكمال عمليات تحرير نينوى. هذا المنجز الكبير والهائل حينما يتحدث زعيم عراقي ويقول انا اتمنى ان تكون عمليه تحرير مدينه الموصل بيد الجيش العراقي، وأن يذهب الجيش العراقي المتواجد في الأنبار، في صحراء الأنبار، لدعم وإسناد الجيش العراقي هناك، وتمسك فصائل الحشد الشعبي وسرايا السلام لمحافظة الأنبار مسك أرض، من أجل أن تكون هذه العملية أن تنجز، لأنه نحن نبحث عن هدف،
وهذا الهدف اطمئن، طالما كانت بيانات سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر هي لاجل الحفاظ على سمعة الحشد الشعبي. شفنا أنا مؤخرا كان هناك بيان دعا فيه سراي سلام لعدم الترشح للانتخابات في المرحلة المقبلة، قال لي انني اريد ان انأى بهؤلاء المجاهدين عن السياسة، على اعتبار انها الان ما تزال الدائرة السياسية الان ما تزال بنظرة المتهم في انظار الشعب العراقي، لانه بالنهاية بعد 14 عام من يعني من حكم جديد، إلا أن الشعب العراقي لم يرى شيء جديد، لم تكن هناك خدمات ولا هناك، وآخرها ما تحدثنا به فقط من الحشد الشعبي ما يزيد عن 7000 مجاهد استشهدوا نتيجة هذه السياسات. طيب شيخنا، أريد أن أستثمر الوقت مع جنابك الكريم ونتحدث عن الجانب العسكري، ربما نركز على جهود والمعارك التي يخوضها سرايا السلام. اليوم نسمع عن خروقات في صلاح الدين، عن مناطق، ونعرف أنه كثير من المناطق هي بيد سرايا السلام، يدافعون عن هذه الأراضي ضد داعش. كيف تصف لنا النشاط اليوم لسرايا السلام؟ كيف، ما هي أسباب هذه الاختراقات؟ كيف بالإمكان درء هذه الاختراقات من قبل سرايا السلام؟ بالحقيقة سرايا السلام تمسك الآن بمدينة سامراء المقدسة ومحيطها، تمسك بالجزيرة، جزيرة سامراء، يعني من الحويش غربا باتجاه الجزيرة. طيب. هذه المناطق بحمد الله تعالى آمنة ومستقرة وليس هناك أي مشاكل فيها. مؤخرا حصلت هناك خروقات في تكريت في بيجي، كان هناك عمليات تفجيرية انتحارية، أنت تعرف أن الموضوع الانتحاري يعني يصعب السيطرة عليه، إلا أن يكون هناك، أنا يعني أتمنى أن يكون هناك استثمار للجهد الاستخباري للحشد الشعبي من قبل، سواء كان في صلاح الدين من قبل قيادة عمليات صلاح الدين، أو في سامراء من قبل قيادة عمليات سامراء، لأن هناك جهودا استخبارية جبارة بذلت في سبيل تحقيق الأهداف، وقد تحققت الأهداف في فترة زمنية قياسية. تكريت وبيجي طبعا هي ليست من ضمن صلاحيات سرايا السلام ولا قاطع انتشار. هناك تنسيق بين سرايا السلام والفصائل الأخرى، طبعا هناك تنسيق في مناطق المستوى أخرى من المحافظات، وتنسيق فيما بين سرايا السلام وقيادة عمليات صلاح الدين، سرايا السلام وقيادة عمليات سامراء، سرايا السلام وفصائل الحشد الشعبي المتواجدة في صلاح الدين، متواجدة في داخل صلاح الدين. كثير من المعلومات الاستخبارية الهامة جدا قام سرايا السلام بتزويد قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء والأخوة قادة فصائل الحشد الشعبي في قواطع تواجدهم في صلاح الدين، لأنه أنت تعلم حضرتك المشاهد الكريم ربما لا يعلم أن هناك تقسيمات لمسك الأرض في صلاح الدين. نحن في سرايا السلام نمسك بقاطع بلد بعد أن حصل بالخرق يوم 16/6/2016، وتم بحمد الله تعالى السيطرة على الموضوع وإنهاء. أيضا قاطع الإسحاقي من ضمن صلاحياتنا، مدينة سامراء المقدسة محيط المرقد الشريف، وقاطع الجزيرة غربا باتجاه حوض الثرثار. شيخنا طبعا زميل المخرج يشير بنهاية الوقت، أنا أتمنى أنه الوقت كان أكثر للحديث عن مواضيع أخرى، الحديث شيق مع جنابك الكريم. أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، كنت ضيفا كريما. شكرا أستاذ علاء، وين خرجت في بعض الأحيان عن مهمتي. لا شيخنا، أكو تكامل واقعا بين الجانب الحراك الشعبي وبين التحرك والتضحيات. شكرا لقناة الولاء، أنا بالحقيقة لأول مرة أتشرف بالظهور على شاشتها، أتمنى لكم موفقية إن شاء الله تعالى، ولكل المشاهدين الكرام أتمنى لهم أيام سعيدة بمناسبة ولادة مولى المتقين وأمير الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لك شيخنا الكريم. العراق آمن إن شاء الله، مستقر في يعني في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. شكرا لك. نحن ممتنون طبعا لك شيخ صفاء التميمي المتحدث العسكري باسم سرايا السلام، وشكرا أيضا لسيد حيدر المحمداوي المتحدث باسم قوات وعد الله، والشكر موصول لكم سادة المشاهدين، نلقاكم على خير.